ما جديش هنا أستاذة متقاعدة، أستاذة علوم طبيعية متقاعدة، خرجت في التقاعد عام 2011. أنا في الأصل مانيش صيادية، أنا خنيسية، لكن ماخذة صيادية. وقت اللي جيت للصيادة جيتها عام 76، أنا عندي 41 سنة في صيادة. ووقت اللي قريت في خنيس في الخمسينات قريت على شط البحر، عندي تاريخ معاه، والبحر كان من أنظف ما فما. خليج المستير هذايا يعتبر غني ياسر بالكائنات الحية، ويعتبر محضنة لأي نوع من الكائنات اللي في هذا الخليج. فما كالضريع متاع البحر هذاك اللي سميوه بالفرنسوية بوزيدوني. علاش سموه بوزيدوني؟ على خاطر فما ما تعرفوا الآلهة في الإغريق عندهم إله البحر اسمه بوزيدو، سموها هي بوزيدوني. علاش؟ على خاطر جميع الكائنات الحية الشباي منهم الواحد يجي ويبيدوا غادي ويلصقوا العظم متاعهم غادي. حاجة أخرى هي أني وقت اللي تاخذوا متر مربع من البوزيدوني في البحر تعطي 14 إيترا أكسجين في النهار، متر مربع برك، برا شوف المساحة قداش، شوف قداش تعطي أكسجين. قبل تتعمل المحطة متاع التطهير هذيك، كانوا العباد من بحجر يهبطوا يصيفوا غادي. أني اللي التلامذة اللي في قصر هلال جبتهم لواد السوق وعملت لهم دراسة متاع واد السوق في العلوم الطبيعية. فما التلامذة شدوا قرنيطة روحوا بها قدك، وعملنا ريسورسمون متاع اللي لقيناه الكل. البحر هكا قزاز، فهمتني؟ صافي. أنا اللي قلقني أني الجناس متاع توا قاعدة ترا كان في الملوس والوسخ، فهمتني؟ أنا نتسمى نعطيهم في تاريخ البحر هذا باللي نحب البحر، داري على البحر. اش نعمل؟ نمشي نعمل طرف ناتاسيون حتى عندنا الطوق هذايا، الطوق هذايا معناه يبدا غارق وبعد تالي قصير ويتسمى فما ترشا ما نعرفش شنو، نوصل غاديكا ونرجع من اللي تحطت محطة تطهير مع شنو. حاجة أخرى نحب نقولها للناس الكل باش يسمعوا، راهو ما حاجتناش، أنا واحدة من الناس نتكلم على روحي، ما حاجتي لا بور دو بليزونس، لا حاجتنا بشط بكل ورمل. فما البساري والشرف حاجتنا يستحفظونا على خليج المستير من مستير لبقالطة، على خاطر ثروة حياتية شيبها. إذا نحبوا نحافظوا على الثروة نتاع الأسماك وكل شيء، نحافظ على خليج المستير. ولهذا أي إنسان اللي يلزمهم يفهموا أنه كي يمشي يرمي صنارة في البرد واللي يرميها الصنارة في القصير هوني، راه الحوت اللي مش ياخذها ملوثة، فهمت؟ يلزم برشا وعي. واني مادامني هوني كنت نجم نقعد في داري على روتريتي ومتكية في بنك ونتفرج على كتلابس، فهمتني؟ جو في با اني قاعدة ناظر للطفل الصغير هذايا ولا الطفل هذاك ولا الصغار هذوكم، الولاد صغاري ولاد صغاري، يلزمها ماذا يفهموا. وشكرا.